لمزيد من التفاصيل حول التظاهرات في بغداد ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك الكاتب والباحث السياسي الدكتور مثنى عبد الله. أهلا بكم دكتور. مرحبا. دكتور مثنى، برأيكم كيف ستواجه الحكومة تقارير المنظمات الحقوقية كهيومن رايتس ووتش والمنظمة العفو الدولية عن قتل قواتها للمتظاهرين في ظل إنكارها المستمر لذلك؟ يعني لو كانت الحكومة العراقية فعلا هي حكومة تمتلك من الشرعية الشعبية بما فيه الكفاية، لا يمكن التعويل على موضوع التقارير الدولية التي تتحدث عن انتهاكات حكومية واسعة النطاق ضد تظاهرات سلمية امتدت لمدة شهر كامل ولم تحدث فيها أي خروقات من الجانب الشباب المتظاهرين. لكنه عندما تكون الحكومة في الحقيقة هي خارجة عن منظومة القيم الأخلاقية المتعارف عليها وحتى عن منظومة القيم السياسية التي تحكم الحكومات الديمقراطية في العالم والحكومات التي تحترم نفسها، لذلك فلا تؤثر في الحقيقة هذه التقارير المنظمات الدولية على الفعل الحكومي. يجب أن نشير هنا أيضا في نفس هذا السياق على أنه ما يصدر عن المنظمات الدولية والحقوقية في العالم هي تقارير غير ملزمة للحكومات وحتى غير ملزمة للمنظمة الدولية للأمم المتحدة. هنالك عملية بيروقراطية وروتينية كثيرة في موضوع التحقق من صحة ما تنشره هذه المنظمات، على الرغم من أنه هذه المنظمة تأتي بشواهد إثبات على الأرض، على واقع الأرض، لكنه لا تتحرك المنظومة القيمية الدولية للتفاعل مع هذه الشواهد على الأرض لاعتبارات سياسية كثيرة، على اعتبار أنه العلاقات الدولية يجب أن ننوه على أنه العلاقات الدولية ليست منظومة أخلاقية. يعني حتى الأمم المتحدة عندما تتحرك في موضوع اضطهاد حكومة لشعب تتحرك وفق التوازنات الدولية، هل هذه القوة الدولية راضية عن هذه الحكومة؟ إذن يجب غض الطرف عن ما تفعله، وهل هذه الحكومة منبوذة من الطرف الدولي؟ إذن يجب على المنظمة الدولية أن تتفاعل أكثر. هذه المعادلة في الحقيقة التي تحكم هذا الموضوع، لذلك لا يمكن التعويل على خجل، إن صح التعبير، خجل الحكومة العراقية مما تفعله من انتهاكات بحق المتظاهرين. هذه الحكومة خارجة المعذرة على المقاطعة، في ذات السياق وبالتزامن مع تأكيد الرئاسات الثلاث على رفضها للخيار الأمني مع المتظاهرين وسقوط مئات الشهداء وألاف الجرحى، لمن يوجه خطابهم اليوم ومن يصغي إليهم؟ سيدتي الكريمة، يعني عندما نسمع بأنه الرئاسات الثلاث تجتمع وتقرر وترفض العنف وغيره من هذه، في الحقيقة هذه الرئاسات أو المنظومة السياسية والأمنية والعسكرية في داخل العراق فاقدة للسيطرة والتوجيه، وبذلك حتى لو تحدثت هذه الرئاسات الثلاث بقرارات وبقوانين وبإحالة للمحاكم كما نسمع أنه كم من ينتهك حقوق المتظاهرين سوف يحال إلى المحاكم ومن حق المتظاهرين أذهبوا إلى المحاكم، هذا كله كلام فارغ في الحقيقة، لأنه السيطرة والتوجيه على القوى الأمنية الموجودة في الشارع والميليشيات التي تتحكم بالقوى الأمنية وهي من توجه القوى الأمنية مفقودة تماما. هذه القوى الميليشياوية والأمنية الموجودة على أرض الواقع هي من تقرر في اللحظة التي تراها مناسبة بعيدا عن صاحب القرار السياسي، إذا كان هنالك في الحقيقة صاحب قرار سياسي وأمني في موجود في العراق. وبالتالي لا يمكن التعويل على ما تقوله الحكومة من موضوعة سوف نحقق وسوف نلقي القبض على من ينتهك، وهذا كلام ليس له أي معنى في الحقيقة. نعود للحديث عن دور المنظمات والمجتمع الدولي ممثلا في منظمة الأمم المتحدة التي خلقت جدلا كبيرا في العراق بتقاريرها
التي ترصد الأوضاع، ويقول عليها الكثير من المراقبين لم تكن مضللة فهي مخففة، تكتب على استحياء طبيعة الأحداث اليومية في هذه التظاهرات. ما مصلحة البعثة الأممية بتقديم مثل هذه التقارير التي تخفي جزء من الحقيقة والحقيقة كلها عن الأوضاع في العراق؟ يعني يجب أن نعترف بأنه المنظمة الدولية في الحقيقة هي ليست أداة فاعلة في المجتمع الدولي. المنظمة الدولية اليوم هي أداة بيد هذا الطرف وبيد ذاك الطرف. ولو نظرنا إلى التجربة العراقية، إن سميت هذه التجربة تجربة مأساوية في الحقيقة، هذه التجربة المأساوية هي نتاج عملية سياسية دولية. يعني لم يكن هذا ما حدث في 2003 هو ناتج عن عوامل داخلية في المجتمع العراقي، وإنما كانت هي عبارة عن عوامل خارجية متمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر سيطرة فاعلة على قرار المنظمات الدولية، ليس الأمم المتحدة فقط وإنما كافة المنظمات باعتبار أنها هي الممول الأكبر للمنظمة الدولية. وبالتالي سوف نفهم واقعيا بأنه هذه الحكومة الموجودة في العراق هي نتاج فعل سياسي خارجي من دولة عظمى، وبالتالي ممثلية في الأمم المتحدة في بغداد، وليست ولا هذا المثل لا ينطبق فقط على 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 ممثلية الأمم المتحدة في بغداد، وإنما ينطبق على ممثلية الأمم المتحدة في دول أخرى عندما تكون واقعة تحت ضغط أو نتيجة لفعل دولي، إرادة دولية، وبالتالي تصبح هذه الممثلية مقيدة. يعني لو نظرنا إلى ممثلية الأمم المتحدة منذ عام 2003 وحتى اليوم الحالي، لم نجد بأن هنالك رضا شعبي عن هذه الممثلية، كما لم نجد في الحقيقة هناك تقارير حاسمة تضع النقاط على الحروف وتبين من هو الظالم ومن هو المظلوم. كانت دائما تحاول أن تتأرجح ما بين الطرفين وعلى استحياء، حتى كانت تقاريرها المضغوطة بفعل جرائم بشعة كانت هي على استحياء تأتي، ثم نجد بأنه هذه التقارير كلها توضع في درج ولا يمكن التحرك عليها، لأنه هنالك فاعل دولي كبير لا يوافق على تجريم الحكومة العراقية. دكتور مثنى، بعد مرور أكثر من 5 أسابيع على هذه التظاهرات وصمود المتظاهرين، كيف يفسر رفض قوى العملية السياسية تقديم أي تنازل لهؤلاء المتظاهرين بالرغم من أنه تفاتهم كانت واضحة برحيل العملية السياسية برمتها ككل؟ يعني يجب أن نقول بوضوح تام بأن هنالك ارتباك سياسي اليوم على أرض الواقع هنا في بغداد وفي العراق كله، هنالك ارتباك سياسي داخل الطبقة السياسية التي فوجئت بهذه التظاهرات. كانت تعتقد الطبقة السياسية بأنها هي المنقذ من الضلال، وهي كانت تتحدث عن أنه 3/4 الشعب العراقي هو حاضنة شعبية لتوجهات أحزابها وميليشياتها وغيرها، ولذلك حصلت المفاجأة وهنالك ارتباك سياسي. هذا الارتباك السياسي جعل الفاعل السياسي في الحقيقة على أرض الواقع لا يستطيع أن يفعل شيئا يمكن أن ينفس عن الأزمة، كما يجب أن ننوه على أنه الفاعل السياسي الموجود على أرض الواقع في الحقيقة هو قراراته ليست بيده، هو ليس صانع القرار الأساسي، هنالك قوى دولية وقوى أقليمية هي الفاعل الرئيسية على أرض الواقع. لذلك نجد بأنه الحكومة لا زالت لحد الآن اجتماعات ومبادرات من رئيس المجلس الوطني، رئيس البرلمان وغيرها، وكلها هذه فارغة ولا تجد حتى قبول شعبي، لأنه الشعب الذي سمح لهذه السلطات لمدة 16 عاما بهذا الكوارث أعطاها فرصة، يعني أعطى فرصة ثم لم يحصل هنالك شيء، وبالتالي أصبح انعدام تقع مهما تفعل سوف لن تقنع الشعب. ما هي السبل السياسية والقانونية لمتابعة من قتل المتظاهرين؟ يعني يفترض أن تكون هنالك يعني في الحقيقة
محاكم دولية لهذا الموضوع، يفترض أن تكون هنالك يعني يفترض بالشباب المتظاهرين أن يوثقوا كل حالات القتل والاعتقال والتغييب والاختطاف، وبالتالي هذه وثائق مهمة يجب أن توضع في مكان آمن، لأنه لا يمكن لهذه الحكومة أن تستمر إلى ما لا نهاية، وبالتالي من حق هؤلاء الشباب أن يذهبوا بها إلى المحاكم الدولية في الحقيقة. أو هنالك أيضا ممكن بعض الدول الغربية تستطيع تحريك دعاوى ضد الحكومة العراقية بناء على منظومة حقوق الإنسان، وهذه في الحقيقة تفاعلات مهمة يجب أن، لكنه أيضا في نفس الوقت يجب أن يكون هنالك وثائق مهمة، وتجب أن تكون هنالك شهادات من أرض الواقع حول هذا الموضوع، وبالتالي هذه في الحقيقة خطوة مستقبلية لا يمكن في الوقت الحاضر التفاعل معها. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي الدكتور مثنى عبد الله، كنتم معنا عبر الهاتف من بغداد.